الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سؤال عن حكم قول صدق الله العظيم اللي بيقولوا بعد التلاوة بعد قراية القرآن، وده كثير عندنا في بلدنا هنا وفي غيره من البلدان. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته بعد ما يقرأ القرآن يقول صدق الله العظيم، ما كان يقول كده. إذن ده خلاف السنة يا جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وخلاص، ما كان بيقول بعد القرآن صدق الله العظيم. ولا ورد عن أحد من الصحابة فيما نعلم جميعا رضي الله عنهم إن واحد من الصحابة كان بيقرأ القرآن ويقول صدق الله العظيم. ولا علمنا أحد من أئمة الأربعة، لا الإمام أبو حنيفة، لا الإمام مالك، لا الإمام الشافعي، لا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمهم الله رحمة واسعة، ما كان بعد ما يقرأ القرآن يقول صدق الله العظيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالناس إذا دارت تعمل حاجة في الدين أو تقول حاجة في الدين، لابد تشوف هي وردت في الكتاب أو في السنة حتى تقولها، ما وردت ما تقولها، يعني ما تجيب زيادة من راسك وتستحسنها كده. زي المولد الآن ده، مولد النبي عليه الصلاة والسلام والاحتفال به، تقول لهم دي ما من السنة، يقول لك أنت ما بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت ما بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لو أنت بتحب الله وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم كان أطعت النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالبتابع الرسول صلى الله عليه وسلم الحاجة سواه يسويها، والحاجة الما سواه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسويها، ده هو اللي بيحب النبي. الما بيتابع الرسول ويقطع له دين جديد من راسه واحتفالات وموالد من راسه، ده خلاف حب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الآية واضحة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي الرسول تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إلى غيرها من الأدلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.